مشيت الخدمة كنت فاجأ بالتليفون كيسوني اللي قال لك ودي أجيرة الدار عندك كتشعل فيها العافية. تقريبا 4 ملايين 3 ملايين و700 اللي مشات لي هنا دونك شي مخدم مشاو لي هنا. هنا كان عندي سارق الضو فوق مطربة والصرج ديالو أنا تبع مزروب. مشيت الخدمة بقى ديك الشيء هيداك تما ما جيت نوصل انا الخدمة هادي تا كان اللي عطا الله عطا. الحمد لله كل موقع كل ما جا من عند الله خير. الاسم ديالي ابراهيم بولحية عامل في شركة ديال كوسانت. الحادثة اللي وقعت هو ان خليت تبقى الشرشة مع سارق الضو فوق مطربة. البارح مع السبت مع جوج ديال النهار مشيت الخدمة كنت فاجأ بالتليفون كيسوني اللي قال لك ودي أجيرة الدار عندك كتشعل فيها العافية. الدار العافية شعلت هنايا بدات هنايا. هنايا كان عندي سارق الضو فوق مطربة والصرج ديالو أنا تبع مزروب. مشيت الخدمة بقى ديك الشيء هيداك تما ما جيت نوصل أنا الخدمة هادي تا كان اللي عطا الله عطاه. ساعة عيطولي من عيطولي جيت لهنا لقيت البومبيروس هنايا كيطفيو العافية. هذا شي وحيد؟ لا الحمد لله. الخسائر البشرية ما كاين حتى شي حاجة ولكن الخسائر المادية راه كما كتشوف. كان عندي هنا كانوا عندي الصالون هنا كان عندي الصالون مفروش وكانوا عندي الحوايج ديالي والدراري هنايا الوراقي ديال الدار كان عندي هنايا يعني كل شي مشى مشى كل شي. تقريبا شحال تقدر داك الشيء اللي مشى؟ الخسائر اللي كانت هنايا شغنقول لك الانسان راه كل مره كيجي بحاجه ما كتبش عليك ما شي حاجه اللي هادي ولكن انا نكون واحد راه نقدر نقول لك 5 ملايين قدر تكون كثار قدر تكون قال الله اعلم ما عرفتش شنو اللي مشى هنايا ولكن الدار ديال الوالده انا ساكن هنايا انا وربعه د العواول في هاد البيت هاد هنا كنعس انا وياهم كناكلو انا وياهم. الفوق لا السكنة الوالدة الفوق ما تأداتش هنا اللي تأدى كل شيء مشى كل شيء هنا. شنو الوراق اللي مشاو لك؟ مشى لي كاغيت الصداق ديالي ومشى لي مشات لي شي وريقات ديال الدار هنا تثبت البناء ديال الدار وهادي ومشات لي ومشى لي واحد المبلغ مالي كانوا عندي هنا مع المخدم حطوا مخطوط مخشين في المخدم مشاو لي هنا تقريبا شهر تقريبا 4 ملايين 3 ملايين و700 اللي مشات لي هنا. شنو كتطلب دابا انت؟ واه نقول لك الطلب ديالنا من الله سبحانه عز وجل هو الاول ومن بعد لكن شي مساعده من محسنين ولا شي جمعيات اللي يقدر يعاون بشي حاجه الله يجازيه بخير. بالنسبه لوليداتك مشاو للحوايج؟ مشى كل شيء بالنسبه للحوايج اللباس كل شيء مشى. انا بقات لي هذه اللبسه هذه واحد اللبسه اخرى كانت عندي باقا جديده مخبعه هذيك اللي فلتت بالنسبه لي ولا المراه ولا ربعه العواول كل شيء مشى للحوايج. عندي العائلة عندها 11 عام العائلة 9 سنين العائلة أخرى عندها 7 سنين العائلة 5 سنين كاملين مشاو لهم الحوايج. دابا راه عندي في العوامة مع الأهل ديالهم راه حنا مشتتين دابا أنا هنايا وما تما الحمد لله كل موقع كل ما جا من عند الله خير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.